السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، شارع مولاي علي الشريف، ومن أمام الوكالة الحضرية. أنا نرجو تسريع الملفات، جزاكم الله عنا كل خير. احنا في الطريق باش نشوفوا اخر تطورات ديال الاشغال شارع الحسن الثاني والقنطره اللي كتهبط مباشره للهرهوره. اشغال جديده وانطلاق عملية الإسفلت، تحركات في كل مكان. نشوف الآلة المكلفة بعملية الإسفلت، هذا الدخول على بعض الأجزاء. يعني غادي تضرب لنا واحد الجزء اللي كان بقى هنايا، فكما كتشوفوا معنا دائما المشاهدين الكرام الاشغال على قدم وساق. اللهم بارك. شارع الحسن الثاني في حلة جديدة، تقدم كبير كذلك في اشغال القنطرة اللي كنشوفوهم باقي مكيشارجيو تبارك الله. الاخوان تقدمات في الاشغال، وقريبا ان شاء الله غنبداو نشوفو التشبيت القنطره اللي صراحه خلات واحد الفراغ كبير في مدينه تماره. ما يمكنش نهضرو على مدينه تماره بدون قنطره اللي كتهبط للهرهوره. كما كتشوفو معنا الاشغال في كل مكان مع استئناف عمليه السقي. ومن زاوية أخرى من قلب تراب أكبر تجمع صافحي بمدينة تمارة، نتمنى من السيد الوالي اليعقوبي يفتح لنا الطريق هادي. الطريق هادي اللي غتخلي مجموعة من الأمور تقاد، وغتفتح لنا واحد الطريق اللي هي مهمة، الطريق اللي غتخرج لنا مباشرة في القنطرة اللي كتهبط لها رورا. نتمنوا من الله الطريق هذه تقاد، الى تقادات غادي تحيد بزاف ديال الاشكالات، وجميع اشغال اخرى ان شاء الله. قطعنا لكم من امام الباشاويه في اتجاه جامايكا.
انواع من الاليات احداد الرحال في الجنبات ديال الطريق الوطنيه رقم 1. الاشغال في كل مكان، استعدادات متواصلة لعملية الإسفلت. كنشوفو الشاحنات واقفين جنب القنطرة باش غادي يدخلو مباشرة. عملية الإسفلت ديال الجزء الأخير اللي كانوا عطاو عليه شوية المساحة على حساب السكة ديال التران، فغادي تبدا عملية الإسفلت إن شاء الله. وتبقى لينا عملية الإسفلت الأخيرة، عملية الإسفلت الأخيرة غادي تبقى لينا ضروري إلى حين أنها تدوز كوش واحد، وغادي تكون الصورة النهائية إن شاء الله. فكنقولوا الإخوان السائقين والأخوات اللي شادين الطريق، ردوا البال الله يجازيكم بخير. هنا كاين شاحنات، كاين آليات، كاين أمور اللي منتشرة بشكل كبير في الطريق الوطني رقم 1. فنتمنى الله السلام للجميع. ريتاما تسالي الاشغال ان شاء الله وترجع الحركه، تسير الحركه العاديه ديالها، وهكا كنردوا البال الله يجازيكم بخير، لان الطريق غتولي كبيره وغتولي اتساع. هذا هو اللي كاين. هنا فين وقفنا لكم بالفيديو وقطعنا لكم اتجاه الاخر، مركز مدينة تمارا، وهنا الطريق المؤدية شارع محمد السادس الجزء الجديد. ان شاء الله ولي في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.